صوته بتاع الطريق يولعه الكاوتش ويقطع الطريق. منطقة اسمها مأوى شوتس 52 أسرة موجودين في مستوى أقل من مستوى من الأرض حوالي 2 متر ونص. فأصبح معروف أول ما أشوف شوية مطر أعرف إن بتوع شوتس إيه؟ هيتنصروا حقيقي. خيرقوا خيرقوا. عرض عليهم سيادة اللواء عادل نجيب إن هم كانوا يروحوا فين؟ لما سافروا اتصلوا رفضوا. عايزين يقعدوا فين؟ قلب المدينة. إذا بقول لحضراتكم مشكلة هيكلية، لكن ده طبعا ما بيحكيش بقى ايه ان في مشاكل في عملية التشغيل ذاتها، في قيام الشركة بدورها في سرعة الاستجابة لايه للناس والمشاكل والذهاب. كان كل واحد يقول لك ببساطة كده اصله ما بينظفوش الشنانش، وكأن المشكلة هي كلها مشكلة الايه؟ مشكلة الشنانش. الشنانش بالمناسبة الناس العلميين الشنانش كلها عارفها، حضرتك عارفين ان هي بقى ايه؟ متشرطة بالطول كده كده. وفي حاجة اسمها السيفون اللي بتبقى يعني برضو كده فتحه كده كبيره جنبيها كده، دي على طول مسروقه شهريا. شهريا ما بين 30 ل 40 واحده مسروقه، لان حديد ظهر ثمنه 850 جنيه. واحد من البسطاء في منطقه الحضره، لان حضرتك عارفين كمان المشكله ايه؟ ان هي شرايط بتكون كده، فكيس الشيبسي حصاده او كيس نايلون كبير لو دخل وبضغط الميه يروح عامل عمليه ايه؟ سد الايه؟ انتهت المشكله. خلاص حصلت المشكله. الراجل ده عمل حاجه لطيفه جدا، شوفوا راجل فطري وجميل، راح عاملها اسمنتيه بتكلف 40 جنيه. وبدل ما هي شرار طوليه عملها دواير متواليه كده ورا بعضها، فما تسمحش بنزول ايه؟ مثل هذه ايه؟ الا لو واحد قاصد بقى وراح ايه؟ مكرمش واحد وايه؟ ونزله. لكن قصدي اقول لحضراتكم قد ايه الراجل البسيط ده جميل قوي، هحكي لكم عنه بعدين. فقصدي اقول لحضراتكم ان مساله البعض كتير بيردد بسهوله كده، اصل المحافظه اهملت في انها تعمل ايه؟ الشنايش وتنظفها وكلام من ده. لا، المشكله اكبر بكتير وكبير قوي من مجرد الشنايش، لكن ده ما يمنعش ان الشنايش دي بتتسد نتيجه لزياده لحضراتكم الاكياس والكمامه والحاجات دي، فبتسدها. فممكن عمليه التنظيف تعمل عمليه ايه؟ ريليف وقتيه كده، لكن مش هو ده الايه؟ سبب المشكله الرئيسي. مشكله المرور. مشكله المرور برضو من المشاكل اللي الشهر الثاني ما قبضوش، وطلباتهم ان رئيس الوزراء لازم يجتمع بيهم في حته اطفاء الحرايق دهيت. احنا ليل نهار في اطفاء حرايق، اعتصامات هنا وهناك، وطالبين كل حاجه المحافظ يجي لنا. نعم، ودلوقتي ما. طبعا احنا في المشكله دلوقتي، واحنا بنديرها من امبارح للاسف الشديد، ما وصلناش لحل. هم طالبين في حاله سائره جدا وعايزين افاده فوريه. اذا كان رئيس الوزراء حقيقي هو اللي هيحضر الاجتماع ولا مش هو؟ لو مش هو اللي هيحضر الاجتماع طلعوا اتوبيسات فوق السكه الحديد وهيناموا فيها، جابوا بطاطين وهيناموا في الاتوبيسات. اكتر من كده زقوا عربيه من عربيات السكه الحديد وفي حضرتك وفرشوها وحيناموا فيها. او هذه الحريه دكتور؟ نعم. مش عايز استخدم اي انا بقول لحضرتك انا بس بقول احنا بنواجه فعلا. انا عايز نوصف
دلوقتي نقعد نوصف كل الحاجات دي ونشوف حلولها ازاي. انا بقول لحضراتكم احنا او انا قاعد معاكم. طبعا الجوابات دي كانت خاصه من العمليه الانتخابيه النهارده في اسكندريه انتهت الساعه 7، فلازم بعد الساعه 7 بتبعت جوابات فوريه في القاهره ان ايه تمت. وقصد اقول لحضراتكم ان احنا في حاله اطفاء يومي للحرائق. طبعا مش هقول لكم عن الاسمنت ووادي القمر، مش هقول لكم عن البتروكيماويات واللي عملوه فينا، يعني كل يوم في جديد، كل ما ربنا سبحانه وتعالى يعني الخير بياتينا بابتلاء جديد ونحن له صابرون ان شاء الله. 11 بكره ان شاء الله 19. فالحاجه اللي بعد كده زي ما قلت لحضراتكم اطفاء الحرائق دي، ودي مشكله رهيبه. قاعدين نركز في حاجه معينه، نفكر مشكله اسكان نحلها ازاي، نفاجئ بحريقه زي دي تشغلنا 4 5 6 10 ساعات. طبعا كل اللي انت فكرت فيه الاجتماع يكون معقود عشان نعمله ويتلغى وهكذا. الحاجه الثانيه المرور. خطا تاريخي ارتكبته كافه الحكومات السابقه. هل هناك مدينه جديده واحده ربطت بخط سريع بالمدينه الاصليه؟ اي تخطيط عمران، انا عايز الاستاذ الدكتور مصطفى جبر واساتذتنا في كليه الهندسه في تخطيط العمران، واحنا بنخطط لاي مدينه جديده انت علشان تربطها بالعمران لازم خط ايه؟ سريع. الراجل اللي عمل مصر الجديده، اللي عمل مصر الجديده وخلاها مصر الجديده خلاها ازاي؟ تخطيط مصر الجديده ده في نهايه القرن ال 19. وانا كنت بروح لخدتي في مصر الجديده في نهايه الخمسينات واحنا ماشيين المترو ماشي في صحراء. يعني قبل انا ما اتولد كان المترو اتعمل. يعني كانت كل هذا الخط ماشي فين؟ في صحراء. بيمد هو خط المواصلات الاول وبعدين. هل انشئت العاشر من رمضان، 6 اكتوبر، السادات، برج العرب؟ ده جم قالوا لي هتفتتح قطار برج العرب. افتتاح. فقلت بس دي حاجه جميله قوي، ده يعني يفرحوني. صارفين عليه كام؟ 800 مليون. زمن الرحله كام؟ 3 ساعة ونص. 90 دقيقة من سيدي جابر إلى محطة برج العرب. يعني أنا لو في أي مراسل أجنبي ويقول له إن مسافة 60 كيلو بيتم قطعها في ساعة ونص، الوقت اللي الصين عاملة فيه القطر اللي بيسير بسرعة كام؟ 500. لسه قاربين حضراتكم. كوريا اللي احنا بدأنا تصنيع السيارات قبلها الشهر اللي فات كان فيه المناقصة اللي هي بتاع قطار جدة مكة، مين اللي فاز بالمناقصة؟ فرنسا اللي علمت كوريا يعني ايه قطر وهي اللي دخلته لها. اللي فاز بالمناقصة مين؟ كوريا. كوريا مش غريبة على فكرة، كوريا أفضل نظام تعليمي في العالم. ولذلك ليس من الغريب إن التكنولوجي بتاعت سامسونج النهاردة بتفوق حتى التكنولوجي بتاعت ابل ماكنتوش. مش غريبه. شوفوا الربط على طول مباشره ما بينها وبين. فلذلك بقول لحضراتكم كانت مشكله المرور ان احنا في اسكندريه عملنا برج العرب. انا رحت برج العرب 4 5 6 مرات دلوقتي. مشكله مرافق مزمنه. تخيلوا المدينه الجديده دي بتعاني من فقر شديد جدا في المدارس. فقر اشد في المدرسين. لذلك اليوم الدراسي هناك كام؟ يومين. يوم الدراسي هناك. فقر شديد جدا في المخابز. الخدمات الشرطيه هناك شكاوى لا حصر لها ولا لها. المستشفيات الناس بتصوت بتوع ابن بيتك وغيرهم ما عندهمش اي خدمات طبيه. بعد المدينه كده ايه اللي عايزاها؟ حته قالوا لي كيلو 26، يمكن شفتوها على اليوتيوب لما رحت كيلو 26. قالوا لي في ناس مرمين كده في كيلو 26 عايزينها، كويس ما اتقفلتش يومها. رحت 26 40,000 نسمة بدون مدرسة بدون مستشفى أو مستوصف أو عيادة بدون نقطة شرطة بدون مكتب للبريد بدون مكتب للشؤون الاجتماعية. قولوا لي عايزين ال 26، أنتوا عارفين الإداوة اللي كانت بيفرضها البلطجي بتاع زمان اللي بنشوفها في التمثيليات بتاعت مكتوب معرفش إيه؟ لما حضرتك لما تروح هناك اقصى بكثير بقى
دول ناس معزولين عن البشر حضرتك. فلذلك بقول لحضراتكم جرائم جرائم وتركه ثقيله. وكون ان دول مشكله مرض اسكندريه النهارده كل اب وكل ام بنتها اخذت الثانويه العامه اول حاجه تفرحها بيها تجيب لها الايه؟ عربيه. السكوت على هذه المهزله لا يمكن ابدا السكوت على هذه الكلمه. لا يمكن ابدا الاستمرار تبقى الينا اصابع الاتهام ان احنا نترك هؤلاء يمارسون هذه الجريمه جهارا نهارا ونحن نقف مكتوف الايدي. ولكن هل تجرؤ قوه من المحافظه النهارده ان هي تروح من غير قوه شرطه؟ حتى لو واحد بشرطه هل انا هروح هكمل؟ هل تجرؤ قوه الشرطه ان تذهب بدون قوه الجيش؟ نحن في حاجه الى منظومه من ثلاثه. المحافظه بتقاول يكون عنده استعداد ان هو يهد، ودي قصه ثانيه. لان طبعا ايه تشابك الايه؟ مصالح. المقاول يقول لك اطلع لك بس تدفع لي كذا. مبلغ مبالغ فيه جدا ما تقدرش عليه. لان هو بيقول لك انت هيجي على حساب الملك، يا نهار ابيض، هو الملك انا عارف اجيبه؟ ده كل الملاك دول ملاك وهميون. ظاهرة الكحول، أنا أول مرة أسمع كلمة الكحول فعلا بعد مرة. أول مرة بقول لكم عامل نفسي بقى فارس وعنتري بقى، وأول ما جيت لازم المبالغ دي وكشف المبالغ دي، هاتوا لي المبالغ. قالوا لي لا أنت كحول. قلت لهم أنا اللغة العربية بقى ده أصعب من أنا يعرف أعرف لغة عربية مش بطالة. فإيه رمز الكحول؟ عرفت إن الكحول ده شخص ودي أصبح أشهر من نار على العالم النهارده في عالم المقاولات. شخصية وهمية تماما بتكتب للأسف ثغرات في القانون. ما بقولش لا، ما بقولش لا، أنا ما بقولش لا حضرتك. المنظومة، المنظومة دي مشكلة من ما أنا جاي لحضرتك، جاي لحضرتك، جاي لحضرتك، ما بتتهيأش، جاي لحضرتك. جاي لحضرتك. القانون بأصوله الشديد للاسف الشديد القانون الحالي تسبب وجهه نظري من الاسباب الرئيسيه في هذه الظاهره. القانون وطريقه معالجه قضيه حضرتك قلت الاحياء، عارف حضرتك مهندس الحي ده بياخد كام؟ احسنها مهندس بياخد كام؟ بالظبط. لا 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 قانوني قانوني حضرتك، تعالى شوف المهندس بياخد 800 جنيه 900 جنيه. بالظبط. ما بقول لحضرتك احنا بنصنع الفساد بايدينا. احنا بنصنع الفساد بايدينا. النهارده في عماره على البحر طالعه في الدور الواحد، الدور الواحد ب 30 مليون. الدور الواحد. يعني كلام يغري يعني اي انسان ضعيف النفس، واخد بال حضرتك بكل صور وانواع الفساد. لذلك انا بقول المنظومه يعني تحتاج الى تدخل تشريعي فوري، واصرخ من هذا المنبر ومن عشرات المنابر اللي اتكلمت عليها وفي كل مكان وفي كافه المداخلات الصحفيه والتلفزيونيه. لابد من تشريع جديد رادع. قلت في داخل المجالس الرسميه مجلس المحافظين وغير مجالس المحافظين، لابد من تشريع رادع فوري يصل الى حد السجن والمصادره. ده احنا بنطلب حتى بالحبس للمستاجر او المشتري الذي يعلم انه بيشتري في مبنى مخالف وليس له رخصه. يعني بقول لحضراتكم لابد من وصول، لابد من صدور تشريع يساعد يسد الثغرات اللي بتسمح لكل اطماعات النفوس ان هم يمرروا مثل هذه الايه؟ ده ممكن ياخد شهاده اسمها شهاده صلاحيه بيبتدي يعملوا بيها كل شغلهم بمجرد بطاقه رقم قومي. بطاقة رقم قومي بيجيب بطاقة رقم قومي، واحد ميت بقى، واحد في شلاتين، واحد مهاجر في أمريكا، أي حاجة. فالمهم في ثغرات عديدة وعديدة وعديدة في داخل القانون بتسمح بهذا الفساد. في عجز شديد جدا لدى القوة السلطة التنفيذية إنها تخش بقوة من المقاولين، بقوة من الجيش، بقوة من البوليس علشان تعمل عملية إزالة. في مقاومة عنيفة من المجتمع المدني اللي اشتروا او لهم مصالح. بدل العماره 10 تروح علشان تهد تلاقي جسر بشري، حائط بشري، سد بشري من اشخاص على ارفع المستويات في المجتمع منهم زملائنا
للأسف الشديد. تاني برضو نروح لعبارة 14 دور كان أخيرا في محرم بيه علشان نهد الدور ال 14 نلاقي الناس قعدتها في الدور ال 14 الأب يقول لك أنا ما أحتاجش. لا أحتاج. طب يا عم الحاج نعمل إيه؟ نعمل إيه في الدور ال 14 دايس؟ لا في الدور ال 14 إيه؟ ده البوتاجاز محطوط والحلة حضرتك على النار حلة الكرنب حضرتك والأولاد بتصرخ جوه. عايزين عشان كده بقول لحضراتكم انا بتكلم عن المشاكل اللي بتقابلنا وبنتمنى ان المجتمع المدني كله يقول لنا الحلول في الايه اللي ممكن نعملها. واحنا كليه الهندسه كان في وكليه الحقوق كان في فكره المؤتمر اللي هي تتعمل علشان حل هذه المشكله لان احنا فعلا في مشكله ومشكله بقول لحضراتكم مشكله يعني خطرها على الاسكندريه وخطرها على مصر كلها. المشكله في اسكندريه يمكن عشان ما عندناش اراضي زراعيه كتيره الناس روحوا شوفوا كل الناس اللي من الريف يقولوا لكم الاعتداء على الاراضي الزراعيه النهارده عشرات الالاف من الافدنه كل شهر تستقطع من الارض الزراعيه المصريه لصالح الايه او بسبب هذه البنايات المستمره. لذلك دي انا قلت يعني بسرعه كده المشاكل لكن بقول رغم كده هذه المحافظه تمتلك امكانات كبيره اولا رجال الاعمال والمجتمع المدني. قضيه التعليم لما حصلت وقلنا يا جماعه ورغم ان الدعوه مش عامه ولسه مش متوسعه ان احنا زي ما بقول لحضراتكم الجهد الاكبر والوقت الاكبر مستنفذ في اطفاء الحرائق. لكن من خطبتهم يعني على الاقل في اربع رجال اعمال كل واحد منهم اخذ مدرسه ب 40 فصل. في حاجات متفرقه بقى اللي واخد 10 فصول اللي واخد 5 فصول في واحد في سيدتين تقدموا واحده من الروتاري لما كلمتهم كل واحده تقدمت بفصل. فعايز اقول لحضراتكم في جهود كبيره والحمد لله رب العالمين ان احنا بنزود على الاقل في الفتره الحاليه حتى الان حوالي 150 فصل. في مشروع طموح جدا واتعملت دراسه الجدوى بتاعته ان احنا نعمل مدارس تجريبيه اللي هي على النموذج الزهراني وبتتمول من ايه؟ من مصاريف الطلبه. والبنك الاهلي اعلن استعداد ان هو يخش بالتمويل. بس احنا عايزين ان احنا نعمل نبدا ب 200 مدرسه 100 مدرسه بال 1300 و100 مدرسه بال 300 لان يجب ان يكون هدفنا الان ان يحصل الجميع على الخدمه بصرف النظر عن من يدفع. لا نريد تعليما درجه اولى ودرجه ثانيه. المواطن السكندري هو مواطن يجب ان يتمتع بكافه الحقوق ويجب الا تعوق تمويل الطاقه. نحن لنا رؤيه حقيقيه ان هذه المدينه ذات التراث الحضاري العريق يجب ان نعيد بناءها في ثوب عصري يليق بها من خلال عمليه تنميه مستدامه حقيقيه يحصل فيها المواطن السكندري على حقوقه الاساسيه في كرامه. يجب ان يكون هذا هو هدفنا. نحن نعي تماما ان هذه الرؤيه وان هذه الرؤيه تستتبع مهمه وان هذه المهمه والرؤيه لها اهداف محدده وان هناك مراحل زمنيه وخطه تنفيذيه لهذا التنفيذ. لكن للاسف الشديد اقول ثانيا اطفاء الحرائق هنا وهناك. فلذلك بقول في التعليم احنا هو خطه موجوده والبنك الاهلي موافق وفي بنوك عندها استعداد تخش وفي رجال اعمال عندها استعداد تخش وبنعمل جرد الويب سايت عشان نعمل زي 57 نفتح التبرع للجميع في كل بلاد العالم وبنعمل عمليه تطور لهذا المشروع اسبوع باسبوع علشان ابننا واخونا وابونا اللي موجود في امريكا وموجود في الكويت يعرف ان هذا المشروع موجود على ارض الواقع وان فلوسه متوجهه مباشره لعمليه بناء مش لجيب المحافظ. النهارده في كل عمليات التبرع اللي طلبناها من رجال الاعمال زي ما قلت لكم انا جيت ما لقيتش ولا شقه عشان الناس اللواء العالي. لقيت ان في 323 وحده مخصصه للواء العالي ولكن محتاجه 13 مليون. طب نعمل ايه؟ قصدت مين؟ احد الرجال الرائعين ربنا يبارك له ويديله الصحه والعافيه ويكثر من امثاله دكتور حسن عباس فرد. ما كان الا انا رحت له بنفسي قلت له يا دكتور حسن انا عندي مشكله دلوقتي وفي ناس هتموت ممكن النهارده او بكره العماره تقع عليها وانا مش قادر اسكنه. قال لي المطلوب كام؟ قلت له 13 مليون.
قال لي المقاول بتاعي نازل من بكره هيشتغل في ال 11 عماره اللي بتساوي ال 13 مليون. كانت سكان البتروكيماويات ظروف غير انسانيه بالمره لا يمكن وصفها. بيوت المجاري طفحة فيها من اول الدور العاشر دور. ومحتاجين ننقلهم ل 26 كيلو 26 المنفذ ده، بس برضه هو ده المفروض. نفاجئ ان المغتصبين، مش عايز اقول البلطجيه، كانوا مستولين على 500 شقه، قدرنا نحرر منهم 163 شقه. لكن التحرير تم بعد عمليه نهب كامله. لم يتركوا الا ارضيه اسمنتيه وحائط اسمنتي. كل ما عداه غير موجود، حتى الحديد الزهر، حتى الاسلاك الكهرباء نزع. طب محتاجين كام عشان ده؟ 3 مليون. اقسم بالله العظيم اربع رجال اعمال. مجرد ما اتصلت بيهم بالتليفون كانوا موفرين الايه؟ ال 3 مليون. عايز اقول ان المجتمع المدني في الاسكندريه فيه الخير. وكل واحد بيبعت مليم بيبعته كده. اقول له تبعت بالجواب الشيك رقم كذا بالمبلغ كذا مسحوب على بنك كذا من اجل اعاده تاهيل مساكن ال 26، وارد عليه بجواب شكر في نفس اليوم، انا بشكرك على الشيك رقم كذا بالمبلغ كذا مسحوب على بنك كذا المخصص لتاهيل ايه؟ الكيلو 26، عشان هو عند كل من يراقبه وانا عند كل من يراقبني ان هذا المبلغ مخصص لايه؟ لهذا الايه؟ لهذا الطلب. فبالتالي مجتمع رجال الاعمال في الاسكندريه من الممكن ان نحصل على الكثير. مشروع زي ابو قير، الكل بيروح ابو قير ويرجع من نفس الشارع. ان شاء الله تعالى خلاص اخذ الموافقات كلها ان الطريق هيبقى دائري. هيتفتح بالكامل والبحريه وافقت على فتح الطريق. شركه ابو قير الاسمده قدمت 5 مليون، اسكندريه للاسمده قدمت 5 مليون. الاكاديميه عندها استعداد ايضا لاي تمويل مكمل لهذا الايه؟ لهذا الرقم. في طريق هيتفتح ان شاء الله تعالى برضه عند الابان كده، وهيفتح باذن الله تعالى على برضه الطريق السريع، طريق هيعمل عمليه سيوله مروريه عاليه جدا، تم الحمد لله اخذ الموافقات كلها وبيتم برضه، وفي جزء كبير من رجال الاعمال برضه داخلين فيه. فعايز اقول بس بسرعه دي امثله مجرد حاجات ثانيه. دي المدارس رجال الاعمال بيخشوا فيها المجتمع المدني، قال الايه؟ المباني ابتدى يخش فيها المجتمع المدني، ولكن عايزين ننزل ايه؟ ثقه اكبر. المحافظة فيها أراضي، وأراضي ممكن أنها تخصص لرجال الأعمال عشان ياخدوا الأرض، بس ابن للناس الإيه؟ ابن للناس المحتاجة بالشروط الإيه؟ بالشروط الميسرة، يا ريت الكل إيه؟ يقدم على هذا. الجامعة هي بيت الخبرة، يعني الدكتور مهدي بيقول لا، إحنا من أول يوم الدكتور فهمي شاهد أهو، إحنا لما بنحتاج حاجة كلية الهندسة والمركز الهندسي، احتاجنا في موضوع الاسمنت ده هو على طول كليه العلوم قايمين بالشغل، دكتوره منال وربنا يسترها لما تسعى منهم اصابوا المشكله برضه بيقودوا العمل. اذا احنا عندنا الجامعه هي بيت الخبره الاساسي، في برضه بنعمل كده زي مجلس استشاري للمجموعه، غالبيتها من اساتذه الجامعه هم بيقعدوا معانا علشان ما يكونش قرارنا قرار فردي، عايزين نلغي كلمه ان في شخص او فكر شخص او راي شخص او قرار شخص هو الذي يحكم مصير هذا البلد. مصير هذا البلد بعدما علمتنا الثوره اننا يجب ان نخوض عمليه ديمقراطيه حقيقيه بالممارسه الفعليه وليس بمجرد كلام الشعارات. ان يكون القرار قرارا مجتمعيا حقيقيا. لذلك لما بيسالوني لسه النهارده في الجزيره مباشر بمناسبه الانتخابات قالوا اصبح كله بالانتخاب. طب وانت محافظ؟ قلت لهم اول من ينادي بالانتخاب بكره الصبح عشان ربنا يخلصني من هذا الايه؟ من هذا الابتلاء اللي انا فيه. لان فعلا لابد ان يكون لهذا الشعب كلمته، ولابد ان يكون لهذا الشعب رايه، ولابد ان يكون القرار قرارا مجتمعيا حقيقيا يعبر عن هذا الشعب، يعبر عن مطالب هذا الشعب، يعبر عن الطموحات، يقول للقادم لا. أنا أول ما حكيت وحصلت الهدمة الكبيرة بكل صورها عليا وكانوا بيسألوني بقول لهم أنا أسعد الناس بهذا. لأن أنا أسعد لأن أنا أنا في هذا المكان عمري في لحظة قسما بالله عمري في لحظة ما شعرت إن أنا محافظ له السلطات. ولكني مواطن عليه مسؤولياتي خادم لهذا البلد. وأسعى
بهذا الشعور وأعمل أن يتوفر الله وأنا على هذا الشعور. أنا مواطن كبقية المواطنين وأسعد بهذا الشرف وأتمنى أن يتوفر الله وكل نفس باقي في هذه الحياة يذهب في مرضات الله وفي خدمة عباد الله وفي مقدمتهم أهل هذا البلد الحبيب الذي ولدت فيه وأموت فيه إن شاء الله، بلد الحبيب الإسكندرية. أعرف أن أنا أطلت عليكم كثيرا وأنا في أمس الحاجة إلى أن أسمع بقى انتقاداتكم.